احبك لو تكون ابتدى مشواري بأرب آيدول بالسيارة. تركت أهلي وعملي ورحت للاختبارات. هي فرصة واحدة أبغى أستغلها. من غرامك للبطحة غنائك رائع جداً وبرافو عليك. أنا بدي أعطيك صوت أربعة يس. عندك أربعة يس. مشوار انتقل من السيارة للطيارة اللي وصلتني على المرحلة الثانية، مرحلة بيروت. وأحبك لو تكون زي ما تجاوزت العقبات الأولى في طريقي عشان أوصل للاختبارات، ما خليت أي شيء يوقف بطريقي بكل المراحل. مبروك. قدمت أفضل ما عندي، مثلت بلد اليمن، تحديت ونجحت. وعشان أستمر بنجاحي أنا بحاجة لدعمكم ومساندتكم. صوتوا لي على الرقم 13 عبدالله الخليفي من اليمن. كلمة كلمة ولو جبر ولا سلام سلام من بعيد ولا رسالة يا هاج يدي ساع البري وكلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر في يد ساع البريد كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر في يد ساع البريد في يد ساع هايل رابع عمر وائل اتفضل اخ عبد الله اجل اخ شوف انا بحس انه انت عم تغني من زعيمك عم يطلع صوتك رقيق وعم يفلت منك الصوت
ورسيتك بدك تنتبه عليهم. أنا برأيي لازم تعمل دورة فوكاليز بأقرب وقت لتلحق حالك، لأنه أنت هلأ بوضع لا تحسد عليه بالنسبة لي. أنا هذا رأيي الخاص. شكراً وائل. شكراً لك. تفضلي عبد الله. أنت كنت سامع حالك أنت عم تغني، سامع حالك منيح، سامع الموسيقى بدينتك، لأنه حسينيك شوي عم تفرق كنت، وهيك أنت ما كنت مسلطن مع الغنية. أنت بالأوديشنز كنت أحسن، غنيت أحلى، بس مع أنه نحنا، أنا شخصياً وأكيد نحنا كلنا ما منتخيل أرب آيدل بلا اليمن، لأنه أنتوا بتعطوا نكهة خاصة. أنتوا قالكم الله، أنتوا بتعطوا نكهة خاصة للبرنامج، وأنا مبارح كان بدي أقول له نفس الشيء لعمار اللي غنى كتير حلو مبارح من اليمن، فانتبه لأنه نحن بدنا إياك. أوكي. شكرا نانسي. حسن اتفضل. بص أنا بضم صوتي لنانسي وائل أكيد. الفنان لازم البرفورمانس بتاعه من أول حرف لغاية آخر حرف يبقى زي بعض، يبقى في نفس المكانة يعني. مش عايز دي، لأن أنا في لحظات كنت بخاف، اللي هو خايف على غناك، وفي لحظات كنت سامعك بتغني كويس، فأنا عايزك المية في المية دي تبقى طول الوقت مية في المية. مش هقول لك 50، لا احنا مش عاوزين 99، احنا هنا في ايدل عايزين 100% طول الوقت. شكرا حسن. احلام اتفضلي. انت من وين؟ من اليمن. وغنيت اغنيه سعوديه. هذه الاغنيه كلمه ولا جبر خاطر للفنان المرحوم محمد سعد عبد الله، فنان يمن. انت تشوف ان الموال كان لا لازم، ومدام انت عندك صوت وايد حلو وقدمت وغنيت لنا في الكاستنج من اروع ما يمكن، ليش تغني موال وتاخذ 3-4 من اللجنه تعليقات سيئة على غناك؟ أنت من أجمل الأصوات اللي أنا عن نفسي أمس كنت أطالعك وأقول متى بتطلع تغني، عشان أنا كنت أبغي أسمعك. أنت صوت جميل، المفروض كنت تغني على الأقل أغنية من البيئة اليمنية عشان الناس يسمعون أنت إيش قاعد تقدم، أنت إيش قاعد تقول. أنت صوت حلو، أنا أتوقع لو تطلع على المسرح وتغني أغنية باللهجة اليمنية راح تبدع المسرح، مو احنا نصفق لك بس، حتى الجمهور اللي تابعك اليوم على شاشة MBC راح يصفقون لك. شكرا.